تحية لكم. دابا ملي حطينا واحد الإطار اللي هو غادي نتناولوه هو تاريخ الحديث في سكتانا تاليوين وفي المثلات اللي قلنا وردزات مراكش تاليوين وقطعنا إداريا وسياسيا مع تالودانت مع سوس مع تيزنيت إلى آخره، ولكن كيجمعنا جميع فيه لا فرزات ولا فسوس ولا، وهو مراكش. أنه كان مراكز هو مراكش فاس والرباط، هادو ثلاثة المراكز اللي كاينين تاريخيا اللي تشكلوا كعواصم. إذا حنا اللي كتهمنا هو العاصمة ديال مراكش اللي عندنا بها علاقة. إذا اللي قلنا أن هذا التاريخ هذا اللي هو كيجمع كيخصنا يعني خصنا نحطو في السياق ديالو في الإطار ديالو باش ما يهرب علينا الخيط ونبقاو نتكلمو على هذا. لا أنا عطينا بزاف معطيات، عطينا بزاف هذا وشغلنا بزاف تقريبا على هذا الشيء هذا، حتى حطينا أنه كاين واحد مرحلة أخرى تفتحات في 1919 اللي دخل القلاوي للمرة الثانية، دخل في 1915 كانت انتفاضة إلى آخره، شنا الشيء دخل في 1919 بواحد شكل آخر اللي هو صارم واللي هو غادي يحط فيه الأسس ديال علاقة ديال تاليوين بمراكش بفرنسا إلى آخره. أن فرنسا ما غتدخل حتى 1932، غادي نشوفوا دابا ما بين 1919 حتى 1932. هنا كاين دائما علاش نقولوا راه درنا دابا واحد العنوان في الانترنت، ويمكن شحال من واحد عجبو شحال من واحد ما عجبوش شحال من واحد قال علاش كيفاش هذا اللي قلنا هذه تاكركوس العتيقة، يعني تاكركوس العتيقة يعني فيها كل شيء، فيها التاريخ ديال الثقافة، فيها التاريخ ديال السياسة، فيها تاريخ يعني تجمع فيه كل شيء، يعني الأجناس اللي قلنا الأجناس يعني أن كيحجوا لها الناس من جميع المواقع لديك النقطة. كاينين اللي كانوا قبل ما يكون الفرع ديال الزاوية اللي غادي تسيطر من بعد هي ديال ابن يعقوب، ولكن كاينين زوايا اخرى الى اخره. رشنا عطيناكم معطيات على دوك الاكاديريتين، على تقادير نوميوس، على تقادير الواضيلي، على سيد علي بن حسورة ما وصلنا ليش حتى هو راه كاين، وعلى كذلك مزيزوي وهذا الى اخره. داك الشيء كله كاثروا واحد المجال اللي هو اقتصادي، المجال اللي هو اقتصادي هي واحة اللي سميناها احنا واحة افرا، واحة افرا نسبة للافرا اللي هو داك الاخضرار اللي كيبان قدام الزاوية اللي هو كبير وشاسع بزاف واللي يلعب دوره في الاقتصاد الى اخره. و دائما راه ملي كتكون السياسة كيكون الاقتصاد، كيكون العسكر، كيكون هذا، كيكون العنف، كيكون الدولة، كيكون الى اخره الى اخره. لهنا كاين مجال هو غادي يتزاد واحد الثالث، كاين القصبة، كاين الزاوية ماشي ديال بن يعقوب، شفنا انها كيفاش حول ليها احمد محمد عبد الله هذا المجرى من اليعقوبيين البوبكريين الى اخره. اذا هذاك الشيء حنا كناخذوها الزاوية، زاوية تاكركوس بما فيها كاع كل شيء، ماشي غير ديال اليعقوبيين، فيه درقة وفيه كذا فيه. راه شفنا عطيناكم هذاك الشيء من المقبرة ديال تاكركوس اللي هي فيها بزاف الى اخره الى اخره. اذا داك الشيء علاش غنمشيو على هذا الاساس، اشنا هو القصبة ديال تاليوين ماشي ديال القلاوي، هي الزاوية ديال تاكركوس ماشي ديال اليعقوبيين ولا هذا، لان اليعقوبيين انتهى هذا ديالهم من اللي دخل محمد عبد الله ومن اللي دخل القلاوي كذلك ركز انه
هي عبارة عن واحد المجال اللي غيمول القصابة، وغيدخل فرنسا وغادي يتحط في واحد في البلاصة اللي كاين فيه اللي كيتسمى دروك الحي الإداري. وهنا هذا هو التاريخ آخر اللي هو كيهمنا بزاف، لأن حنا هذا التاريخ ما غاديش نمشيو معكم فيه بدون ما نجيبو التاريخ القديم اللي هو غيوصلنا لواحد النقطة ديال ما بين، أولا هنقسمو هكا ما بين 1919 حتى 1932 فاش دخلت فرنسا، ومن بعد غيكون ديال 32 حتى 56، ومن بعد ديال 56 راه حتى هو علاش فيه وكيهمنا حتى هو أكثر. يلا تحية باش نقسموها هكا ونمشيو فيه.